إن أردنا أن نبني وطن فعلينا أن نبني خطوط جوية، وإن أردنا أن نحمي وطن فعلينا أن نؤسس قوة جوية. الطيار مشتاق حسين طالب، عملي خدمة المواطن من خلال وظيفتي كطيار في خطوط الجوية العراقية. رمضان كريم شباب. مهنة الطيران مهنة راقية جدا، وسمعتنا كطيارين عراقيين عريقة تمتد إلى 73 عام، حافظنا عليها طبعا بإصرارنا على الدراسة والتعب، ودائما احنا نحاول انه نتعرف على كل الاشياء الجديده بعالم الطيران، لان عالم الطيران عالم متجدد. عاش لك سيوفي، شكرا جزيلا. منذ الطفوله وكان عندي عشق لهذه المهنه، لهذا اختاريت انه اكون طيار. وحتى لما يعني درست بالخارج ورجعت للعراق، انه عندي طموح انه بهذه الوظيفه راح اقدر اخدم بها شعب باكمله. اول يوم كان بالنسبه لي يعني اجمل ايام عمري، صح حسيت وشعرت نوع من أنواع الخوف لأنه كانت أول مرة بحياتي أطير، لكن اليوم الثاني بدأ يصير عندي نوع من أنواع العشق لهذه المهنة، اليوم الثالث بدأ يصير عندي إدمان لهذه المهنة. دائما الرحلات اللي تكون باتجاه الشرق تكون إضافة إلى ساعات الصيام، فراح يكون هذا الوقت أطول بالنسبة لنا بجهد نوعا ما، يعني بهذا الشهر الفضيل. أريد سوي لي بوردينج على رحلة عمان إن شاء الله. مكان الإنسان على الأرض وليس في السماء، لهذا السبب دائما إحنا لازم نهبط بسلام وأمان، وهذا أهم شيء طبعا عندنا. هذا ينطيني شعور بالرضا على نفسي وضميري أنه أني وصلت الناس بأمان بدون ما أخليهم يحسون أو يشعرون بأي نوع من أنواع الخوف. إن شاء الله يا ربي دائما تكون سفراتكم معنا بأمان وسلام. ضيوفنا الكرام، أهلا بكم على متن الخطوط الجوية العراقية، ورمضان كريم إن شاء الله.